نفرقوا، كاين جوج الحوايج، كاين المسطره وكاين الاختيار. المسطره انه عندنا نظام اساسي، والديمقراطيه يجب احترام يعني المقتضيات القانونيه. فتحنا المسطره حسب ما ينص عليه النظام الاساسي، والمسطره والباب الترشيح باقي مفتوح الى يوم غد، غدا اخر اجل الخميس. من بعد كاين اجتماع المكتب السياسي ليبت في الترشيحات ان كانت هناك ترشيحات، وما عندناش عقده مع الترشيحات. الان الاختيار، التجمع هو اول حزب سياسي في التاريخ ديال المغرب المعاصر. 2016 نموذجا، لما رئيس الحزب ما حصلناش على نتائج قدم استقالته ومشى فحالو، ما احتاجش يكون مؤتمر ويجي الترشيح ويبقى يدابز. احنا الثقافه محتفظين بها. الان ما يمكنش نبدلو فريق ناجح، لان الهدف من حزب سياسي ربح انتخابات، تأطير انتاج فكر، الاستماع، الحضور، مواقف الى مجموعه ديال هذا. هادشي كلشي كان توفر خلال هذه الفتره، هذه اعاده البناء، اعاده الهيكله، التكيف مع التطور المجتمعي، انتاج فكر، 100 يوم 100 مدينه، مسار الثقه، طريقه التدبير ديال الانتخابات، اللجنه الوطنيه انتخابات اللي عطات تزكيات، ما كاينش الزبونيه، الى واحد مجموعه الشروط توفرت. واش اللي نجح في انتخابات ونجح يدير هذا الانتاج الفكر ونجح باش يدير مواقف ونجح 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 نبدلوه؟ انا شخصيا ما غنبدلوش، انا ساكون اول من سيصوت لصالح سي عزيزة خنوش، ولا ترشح شي واحد اخر يشوف مع المناضلين والمناضلات.